على مساحة تقدر ب70 هكتارا، سيتربع مشروع قصر المعارض الجديد الذي وضع حجر أساسه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة تدشينه للطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية على وجوب حضور المنتوجات الجزائرية في الأسواق الأفريقية. La production nationale تاعنا doit avoir une exposition permanente vers les trois capitales مؤثرين في افريقيا. En attendant d'aller en Afrique du Sud et au Nigeria. Mais هادو le Sénégal qui est la plaque tournante essentielle, la Mauritanie et le Niger. Inch'Allah. Inch'Allah. في أقرب وقت. وبالمناسبة أكد السيد الرئيس أن للجزائر مؤهلات اقتصادية في مختلف التخصصات يحملها شباب. المنتوج تاعنا اتفق معكم جيد. وراني نشوف انا سيرتو لي جون تاعنا ميم لي موان جون يعني وصلوا للانتاج نباهي به. المشروع الجديد سينجز وفقا لاحدث النظم التقنيه والتكنولوجيه، وسيوفر جل الخدمات للعارضين والزوار، وسيضم العديد من اروقه العرض العصريه وفندقين من 4 و3 نجوم، جناحا اداريا، موقفا كبيرا للسيارات، بالإضافة إلى مراكز ومكاتب للأعمال، توفير عروض متكاملة للعارضين والمنظمين من خلال خدمات إضافية، تعزيز خدمات المؤسسة بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين وواقع السوق، التعجيل بوضع نماذج تسيير جديدة ولا سيما بميدان الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. مشروع قصر المعارض الجديد يضع الجزائر من جديد على خريطة المعارض الكبرى عالميا، وسيستقطب عند الانتهاء من أشغاله الشركات الرائدة في مختلف التخصصات قصد الترويج لمنتجاتها وأعمالها.